ليس ضرر المواطن اي شيء منها، مع 10 كيلو المبلغ 7 دنانير ونصف. كل مواطن له بطاقه بخارج الزكاه. شكل الدقيق متواجد في المطحن بكميه تمام بكميه، ولكن التاخير من التجار ليس معهم مبالغ ماليه او مقدره ماليه على دفع ربع التامين المطلوب منهم. وكان التاخير من التجار بعدم القيام بدفع التامين المطلوب منهم قبل ذلك. التجار دفعوا التامين، التجار دافعين التامين، مشكله التامين اللي قال عليها الوزير، الوزير دفعوا التامين. يبقى المشكله مشكلتين، شركه بسمارت مش منزلها على المكن بتاعها دقيق، يعني التاجر في فوق هناك يقول له ليك 400 كيلو، طب 400 كيلو ولا 450 كيلو ده كام شكاره؟ 15 شكاره، طب يعمل بيها 15 شكاره؟ ياخد ال 15 شكاره كل ثلاث ايام اربع ايام يعمل بيها ايه؟ يجيب عربيته 15 شكاره تقوم الازمه والخناقات والضرب، فالتاجر يقول لك مش عايز، ثاني يوم ما ينزلوش نفس هي الكميه ال 15 شكاره، يعني التاجر يقول لك اسيبها ثلاث اربع ايام عشان تزيد ما بتزيدش. رغم انه ما سمعت انه قرار وزاري ان كل التجار كل التاجر اللي دفع تامين ياخد دقيق، وحتى هذه اللحظه ما تنفذش القرار الوزاري. انا راجل معي 7 افراد ولما اخذ ما لقلهمش دقيق لحد النهارده كان في الشهر. وما عنديش استعداد اشتري عيش مصري رغيف في 50 قرش ولا حاجه، اعملها ايه يعني بالظبط؟ والمطلوب ان انا عايزين الدقيق، لان انا كمان 70 كيلو هذول بيكفون. ما في دقيق خالص؟ ما فيش دقيق خالص، وتعال اوديك للتجار، تعال اوديك. يعني انا مسؤول على كلامي ده كمان، اوديك عند التاجر اثنين وثلاثه وعشره، وحتى التاجر اللي بيصرفوا له من كثر الزحمه ما اقدرش اوصل له، لان الراجل تعبان ومريض. ها؟ ما بقدرش لما اعمل اتزان لنفسي ما بقدرش اخش في الزحمه. لا زحمه فران ولا زحمه لما اخذ تجار بدلين الدقيق. من كم يوم المشكله؟ والله من اول الشهر من اول الشهر احنا بنروح وناجي بنروح وناجي ما لقيتش واحد يديني دقيق. ما لقيتش دقيق. اروح للتاجر يقول لي ما فيش دقيق. اروح الجمعيات ما فيش دقيق. طب هنجيب من فين؟ يقول لك عايزين نفوس تأمين. تأمين. طب من فين هنجيب؟ احنا من اول الشهر ما لقيناش دقيق، ومعايا اربع اطفال ومعايا امي في البيت وباقي التأمين هي راجل معوق وما لقيتش حد دقيق، وراجل معوق معايا ما لقيتش دقيق من اول الشهر. ما لقيتش حد. والافران يقول لك بالدور ما فيش عيش. بالبطاقة. بالبطاقة.